السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحدي بلغوا عني ولو آية. وصلنا إلى الحديث الخامس. عن عبد الله بن عمرو قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفضل الناس؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. فقال الصحابة: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. رواه ابن ماجه. فهذا الحديث النبوي الشريف، الصحابة دائما كانوا يسولوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الناس، وهذا دليل على أنهم كانوا يقلبوا على مكارم الأخلاق وأنهم يحسنوا أخلاقهم يقووا الإيمان ديالهم. فذات يوم سولوا النبي صلى الله عليه وسلم: من هو أفضل الناس؟ فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم: كل مخموم القلب صدوق اللسان. فقالوا لي الصحابة: احنا كنعرفوا شكون هو صدوق اللسان، ولكن شكون هو مخموم القلب؟ فانتبهوا لجواب النبي صلى الله عليه وسلم: هو التقي النقي. التقي بمعنى يتقي الله عز وجل، يقوم بما أمر الله به عز وجل، ويجتنب النواهي، يكون حيث يريد الله ولا يكون حيث ينهى الله عز وجل. النقي يعني النظيف، نظيف من ربعة ديال الصفات السيئة. الصفة الأولى هي الإثم، لا إثم فيه، لا ذنوب فيه ولا معاصي، لا يرتكب المعاصي. ولا بغي يعني لا ظلم، لا يظلم الناس أبدا، لا يظلم الناس ولا يجور عليهم. ولا غلة يعني لا حقد، الناس لا يحقد على الناس أبدا. ولا حسد يعني لا يحسد الناس. إذن فتذكروا معي هذا ربعة ديال الأمراض ديال القلوب اللي نهانا عنها النبي صلى الله عليه وسلم: الإثم، البغي، الغل، والحسد. فإذا كان القلب نقي من هذه الصفات فهو مخموم، ومخموم القلب هو من أفضل الناس. إذن فالحديث اللي خصنا نحفظه هو كالتالي: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفضل الناس؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. فقالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غلة ولا حسد. إذا فكنتمنوا أننا نكون من مخمومي القلب وصدوقي اللسان لكي نكون من أفضل الناس عند الله عز وجل. وحاولوا أنكم تحفظوا الحديث، ودمتم في رعاية الله.